أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. موقع إخباري: الميليشيا تواصل حفر الخنادق في الحديدة استعدادا لحرب جديدة. الصحافة الفرنسية تتحدث عن رجل أعمال يقرض الحكومة 40 مليون دولار شهريا. وفي أخبارنا المنوعة: فتاة هندية عمرها 7 سنوات تتقدم بشكوى ضد والدها إلى الشرطة. أهلا بكم. أكثر خبر تصدر المواقع الإخبارية المحلية هو إقدام ميليشيا الحوثي على فصل من أفنوا أعمارهم في التعليم في التعلم وتعليم طلاب جامعة صنعاء، حيث لا يوجد طالب التحق بالجامعة إلا ويعرفهم. وعنوان موقع الحرف 28: الحوثيون يقرون فصل 117 أكاديميا في جامعة صنعاء. قال الموقع إن ميليشيات الحوثي فصلت الأكاديميين من هيئة التدريس في جامعة صنعاء بتهمة تغيبهم عن العمل في خطوة تستهدف بها الجماعة تدمير التعليم الأكاديمي. وقال الأكاديمي في جامعة صنعاء محمد القاضي: أنا واحد من قررت جامعة صنعاء فصلهم. ووصف ما أقدمت عليه جماعة الحوثي التي تسيطر على الجامعة بأنها مذبحة جماعية. ومطلع أكتوبر الماضي فصل مجلس جامعة صنعاء التابع للحوثي بصورة تعسفية أكثر من 160 أكاديميا من الجامعة، معظمهم من الذين فضلوا مغادرة العاصمة صنعاء خشية الاعتقال. يأتي هذا بعد قيام ميليشيات الحوثي بتعيين أكثر من 800 أكاديمي وأستاذ في جامعة صنعاء من الموالين لها في مختلف التخصصات خلال الشهرين الماضيين. تختتم المشاورات اليمنية الجارية في السويد برعاية أممية في ظل وجود ملفات عالقة وفي ظل استمرار ميليشيا الحوثي في ترتيب معارك جديدة. وعنوان موقع مارب بريس: الميليشيا تواصل حفر الخنادق في الحديدة وترسل التعزيزات إلى جبهات القتال. يؤكد الموقع أن ميليشيات الحوثي استمرت في إرسال تعزيزات إلى جبهات القتال المختلفة مستغلة مشاركتها في مشاورات السويد التي تسعى الحكومة اليمنية الشرعية لإنجاحها بدعمها بخفض العمليات القتالية لأدنى مستوى. ذكرت مصادر محلية أن الميليشيات استغلت التهدئة التي رافقت بدء مشاورات السلام في السويد وقامت بحفر الأنفاق. وقال قائد في الجيش الوطني أنه خلال المشاورات هدفت ميليشيا الحوثي إلى إجهاض المشاورات بأي شكل من الأشكال، وأنها صعدت في مختلف الجبهات الرئيسية التي يفرض الجيش سيطرته عليها. وأضاف أن الميليشيا تسعى لتنفيذ هجمات متعددة على مواقع الجيش الوطني بأسلحة مختلفة، مبينا أنها أيضا استغلت مشاورات السويد لنقل معدات ثقيلة شملت المدفعية والمدرعات إلى مختلف الجبهات الرئيسية وتكثيف هذه الأعمال في مدينة الحديدة في محاولة لتقوية جبهاتها التي تهاوت في الأيام الماضية. لا أسرى لدى الحكومة اليمنية، وكيف يمكن لحكومة أن تأسر مواطنيها حتى لو كانوا ضدها في حالة حرب وتمرد؟ الحوثيون جماعة يمنية مسلحة عنصرية مغلقة انقلبت على الدولة والنظام وأعلنت الحرب على اليمن واليمنيين. هكذا بدأ جمال أنعم مقاله المنشور في المصدر أونلاين. لماذا يمنح الحوثيون الحق في اتخاذ أسرى ومختطفين ومعتقلين تركوا مكشوفين بلا حماية ولا نصرة ولا تضامن؟ وعلاوة على إقرار كل انتهاكات الحوثة، يتم إعطاؤهم المجال لتحويل المحتجزين لديهم بغيا وعدوانا إلى مادة مقايضة ومساومة، ويتم الجور في الوصف والتصنيف، فيقر الأسير على حكم الآسر، وتبدو الميليشيا الضالة كدولة في مواجهة دولة، لا مجرد فئة مارقة منقلبة على الشرعية محاربة للوطن بأسره. كيف تتم مكافأة الحوثيين على جرائم مدانة ومنكرة ومجرمة من كل الشرائع والقوانين والمواثيق، وتحويلها إلى مادة أولية لاختبار الثقة والمصداقية في إنجاح المشاورات؟ كان المنتظر من الشرعية أن تسأل السيد مارتن جريفيث ابتداءً: هل تمنح المواثيق الدولية التي تشكل المرجعيات الناظمة لعمل الأمم المتحدة الحوثيين الحق في أن يكون لهم أسرى ومحتجزون ومخفيون قصراً ومختطفون ومعذبون حتى الموت؟ وهل تنطبق شروط أسرى الحرب على هذه الحالة التي نواجهها؟ ما كان للشرعية أن يكون لها أسرى من مواطنيها،
من الخطأ القاتل دفع الشرعية للاعتراف أنها قامت بأسر مواطنيها. إن لها من دستورها وقانونها ما يمنحها كامل الحق في مواجهة أي تمرد مسلح وأي انقلاب على الدولة والنظام وأي تهديد للوطن وأمنه واستقراره، وإن احتجاز وتوقيف ومحاسبة ومساءلة كل من يتورط في أعمال عدائية أو ينخرط في تنظيمات وتوجيهات عنيفة مسلحة خارجة عن المشروعية لهو من أكد حقوقها وأهم مسؤولياتها وواجباتها الوطنية والدستورية المفروضة، وهي إذ تحارب وتجابه أي مشاريع ومخططات إجرامية مهما بلغت، لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعامل مع من تحتجز أو توقف على ذمة تلك المهددات على أنهم أسرى حرب إطلاقاً ولا كملعونين مستحقين للموت والنفي والطرد، ولا يمكنها إبقاؤهم كمعاقبين دائمين سيكونون بداهة مجرد مواطنين يمنيين يخضعون لدستور الدولة وقانونها العام ومؤسساتها القضائية المسؤولة، كما قد يخضعون لاعتبارات وطنية تغلب العفو على العقوبة. ميليشيا الحوثي تتحدث عن السلام في الخارج، وفي الداخل تواصل زرع الألغام التي لا يمر يوم دون وقوع ضحايا جدد وفقا لموقع الصحوانت. لغم حوثي يصيب مواطنا وزوجته وثلاثة من أطفاله شمال مريس بالضالع. قال الموقع أصاب لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الإنقلابية في الضالع مواطنا وزوجته وثلاثة من أطفاله. وعلم الموقع من مصادر محلية أن اللغم انفجر في سيارة المواطن في منطقة نجد القرين شمال مريس، وزرعت ميليشيا الحوثي مئات الألغام في الخطوط الرئيسية والمناطق السكنية قبل أن تجبرها قوات الجيش على الفرار مؤخرا من عدد من المواقع. أضاف الموقع أصيب عدد من المواطنين بألغام الحوثي خلال الأسبوعين الماضيين في منطقة يعيس والمواقع المجاورة التي تمكنت قوات الجيش من تحريرها. حرب الضرورة ليس اختيارنا، تحت هذا العنوان كتب عبد العزيز النقيب مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا. لم يجد الرئيس ومن خلفه الحكومة والشعب والأحزاب والقوى السياسية إلا إعلان الحرب على الحوثي ومقاومته. انطلقت المقاومة في عدن وتعز والبيضاء، وهدد الحوثي باستخدام كل الوسائل ملوحا بنفس أساليب الخبراء الإيرانيين من براميل متفجرة وقصف جوي على المدنيين. وقام الحوثيون منذ دخولهم عمران وحتى عدن وإب وتعز والبيضاء مرورا بصنعاء، قاموا بأكبر وأشرس حملة اعتقالات في تاريخ اليمن، وكان معظم المعتقلين من المدنيين من شباب الثورة وأعضاء الأحزاب ورجال الدين والإعلاميين والطلاب والأطفال. ولأول مرة يتم استخدام منشآت مدنية كمعتقلات، ففي صنعاء استخدموا ملعب الثورة والقاعة الكبرى كمعتقلات، وفي إب أيضاً، واستخدموا الفلل والمجمعات السكنية المصادرة كسجون ومعتقلات خاصة. وأيضاً لأول مرة في تاريخ اليمن يتم تعذيب المعتقلين على نطاق واسع وبدون أي سبب، وليس حتى لأغراض التحقيق، وإنما انتقاماً طائفياً، محملين المعتقلين جريمة قتل وقعت قبل 1400 سنة، ومتهمين المعتقلين بأنهم أحفاد القتلة في أغرب انتقام وأسخف تأويل. وبلغ التعذيب حدوداً متطرفة جداً في السادية والإهانة والتجويع، مات كثيرون في المعتقلات، وخرج البعض شبه هياكل عظمية أو فاقدي القدرة على المشي، وهناك من فقد بصره، وكل هذه الجرائم موثقة، وهناك أضعاف أضعافها غير موثقة أو حتى غير معروفة. إلى صحيفة الغارديان التي نشرت تحت عنوان أصوات من اليمن تجربة عامل من عمال الإغاثة اليمنيين في المخيم النرويجي للاجئين. ونقلت الصحيفة عن مروان الصبري ذو 32 عاما من مدينة تعز قوله: لقد كنت شابا صغيرا عندما بدأت الحرب، وكنت طموحا ومندفعا، ولم أكن أتوقع أن قوة هذه الحرب كفيلة بدحر أحلامي. أضاف: لقد فقدت الكثير من أصدقائي وأقربائي خلال هذه الحرب القاسية، البعض منهم مات والبعض الآخر انقطعت أخبارهم ولا أعرف أين هم الآن. وأردف: حركة التنقل بين شمال المدينة وجنوبها تحتاج اليوم لنحو 6 ساعات، بينما كانت المدة لا تتعدى قبل الحرب 10 دقائق، وذلك بسبب استخدام الأنفاق والطرق الخطرة. مضيفا أن الحرب تكشف عن كل ما هو سيء في المجتمع،
فالناس معرضة للتهديد والاعتقال والابتزاز عند نقاط التفتيش. قالت الصحيفة إن الحرب في اليمن أدت إلى مقتل أكثر من 10,000 شخص، كما أجبرت نحو 3 ملايين شخص على الهرب وترك منازلهم خلال الأربع سنوات الماضية، وأن حوالي 22 مليون يمني بحاجة ماسة للمساعدة، كما أن 13 مليون شخص يعانون من المجاعة. الصحفي الفرنسي لويس إمبريت اتهم في صحيفة لوموند الفرنسية مستشار الرئيس أحمد صالح العيسي باحتكار شحنات الغاز إلى ميناء عدن. بالنسبة إلى منتقديه فهو معروف بأنه التمساح أو القرش، ويحتل مكانة مهمة في اقتصاد الحرب الذي تأصل في اليمن. ينتمي العيسي وهو مستشار الرئيس هادي إلى الدائرة الأولى الضيقة في قصر الضيافة، ويحصل في إطارها على تأثير مفرط، فكل شيء يمر من خلاله، كل شيء ما عدا الهواء بحسب عضو في الحكومة يرغب بالبقاء مجهول الهوية. هذا السياسي المهذب بشكل رائع ذو 51 عاما هو من يحتكر فعليا شحنات البنزين إلى ميناء عدن الكبير، وتدفع الحكومة له وفقا لتقديراتها الخاصة من 30 إلى 40 مليون دولار شهريا في فندق سميرة ميس بالقاهرة حيث التقى بنا في سبتمبر. برر العيسي نفوذه بالقول أساعد الحكومة وليس هادي شخصيا، وحتى أني أقرضهم في بعض الأحيان، ليس الأمر من أجل السياسة، أنا أفعل ذلك من أجل البلاد. بنى العيسي ثروته عبر ميناء الحديدة، ففي أوائل التسعينيات تولى مسؤولية النقل البحري للنفط الخام والبنزين المكرر بين موانئ البلد، ويتهمه البعض بالاتجار في البنزين الممنوح للشعب بأسعار مدعومة لإعادة بيعه في شرق أفريقيا عبر جزيرة سقطرى اليمنية التي لا تزال اليوم واحدة من مصادر دخله. الدفاع عن الديمقراطية في الأمريكيتين، تحت هذا العنوان كتب خورخي كاستنيدا مقاله المعاد نشره في الغد مضيفا. من المجر وبولندا إلى إيطاليا وألمانيا تتحدى القوى السياسية الناشئة الحكم الديمقراطي، وعلى الرغم من أن عودة النزعة القومية الشعوبية قد تنفجر اليوم، إلا أنه يجب النظر إليها الآن على أنها تهديد خطير. كان الكثير من هذا متوقعاً وكان من الممكن منعه لو لم يظل العارفون بالأمور سلبيين. ينطبق هذا كثيراً على الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل، وعلى الرغم من أن أوبرادو ينحدر من اليسار، في حين أن بولسونارو وترامب يأتيان من اليمين، فإن ثلاثتهم جميعهم غير مبالين بالديمقراطية، بل يعبرون أحياناً عن ازدرائهم للعملية الديمقراطية. على سبيل المثال، قام ترامب بالفعل بتقويض قواعد الحكم الديمقراطي في الولايات المتحدة إن لم يكن من خلال سياسة ممنهجة، فهو سيستخدم أسلوبه الخطابي بالتأكيد بين إصدار اتهامات كاذبة ولاذعة بتزوير الناخبين وتشجيع جمهوره الجمهوري علانية على انخراط في قمع الناخبين ودعوة قوى خارجية لشن هجمات إلكترونية ضد معارضيه. قوض ترامب مصداقية الانتخابات الأمريكية، وتشكل محاولاته لإضعاف حق اللجوء إلى جانب فرض حظر السفر لدوافع دينية رفضاً للقيم الأمريكية الأساسية. ويبدو تسييس السلطة القضائية والهجمات على الصحافة شؤوناً مدفوعة بوضوح بالرغبة في إزالة كل أشكال الرقابة عن سلطته. من جانبه أمضى أوبرادو فترة انتقالية لاتخاذ مبادرات شكلية تخص الاقتراع لعكس القرارات الرئيسية، مثل بناء مطار جديد خارج مدينة مكسيكو. وأثناء إجراء ذلك الاستفتاء تجاوز هو وحزبه المؤسسات الرسمية التي تشرف على الانتخابات المكسيكية، وليس فقط باختيار مواقع الاقتراع نفسها وإنما أيضا في عد الأصوات. وعندما أعلن عن تمرير المبادرة لم يتفاجأ أحد، وانخفض البيزو المكسيكي مقابل الدولار. بعد أن تأكدت من ذلك بنفسها عبر تليفونها المحمول كما أورد موقع عربي بوست، وجهت عضوة مجلس النواب الأمريكي زوي لوفغورن سؤالا للمدير التنفيذي لشركة جوجل، قالت فيه: لماذا تظهر صور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند البحث في الموقع عن كلمة أحمق؟ السؤال وضعته أثناء جلسة أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي حول مزاعم تحيز الشركة ضد المحافظين. قالت مخاطبة ساندر بيتشاي
الآن في حال بحثنا عن كلمة أحمق تحت خانة الصور ستظهر صورة ترامب أنا الآن فعلتها. وبعد أن انتهت من سؤالها رد بيتشاي قائلا النتائج تستند إلى مليارات الكلمات المصنفة وفقا لأكثر من 200 عامل مثل مدى الصلة والشهرة. وأضاف ليس هناك رجل صغير يجلس خلف الشاشة ويضع ما سنقوم بعرضه على المستخدم. لجأت فتاة هندية تبلغ من العمر 7 سنوات بحسب شبكة البي بي سي إلى الشرطة للإبلاغ عن والدها بعد أن نكث عهده معها لبناء مرحاض. قالت حنيفة زارا للشرطة في خطاب أن والدها غش وينبغي القبض عليه، وأضافت أنها تشعر بالخجل من قضاء حاجتها خارج المنزل. وقالت في خطابها للشرطة أنا متفوقة في المدرسة منذ الحضانة وأنا في الصف الثاني الابتدائي حاليا، وما زال يقول أنه سيبني دورة المياه، إنه نوع من الغش لذا اقبضوا عليه. وطلبت في حال عدم القبض عليه بإجباره على الأقل على توقيع تعهد كتابي يحدد لها موعد بناء دورة المياه. أما والدها إحسان الله فقد قال للبي بي سي أنه بدأ بالفعل في بناء دورة المياه غير أنه لا يملك النقود الكافية لاستكمال البناء، وهو حاليا عاطل عن العمل وطلب من حنيفة إمهاله الوقت، لكنها توقفت عن الحديث معه لأنه لم يستطع الوفاء بوعده. لكن حنيفة لم تتعاطف مع والدها وقالت إلى متى أظل أطلب منه الشيء نفسه، دأب علي أن يقدم لي نفس الأعذار وأنه لا يملك النقود لذا ذهبت إلى الشرطة. صحيفة الجارديان نشرت صورا وقالت أنها الصور الأفضل لعام 2018 التي التقطتها ونشرتها وكالات الأخبار، ونحن اخترنا بعضا منها لنعرضها عليكم. فإلى الصور. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم على خير بإذن الله. إلى اللقاء.